السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الأخوات والإخوان المشتركين معي في القناة، وتحية كذلك لهو جمع القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو ورقية، وتحية لكل مشاهدي هذا الفيديو. واليوم بدون شك عرفتوني إلى القطع النقدية اللي نتكلم عليهم اليوم، هو هذه القطع كلها قطع نقدية فرنسية تعود لحقب متعددة. قبل ما نتكلم لكم على هذه القطع النقدية، البرجو من الإخوة والأخوات اللي كيشاهدوا هذا الفيديو غير مشتركين أن يشتركوا معي في القناة لتشجيعي على المزيد من البذل والعطاء. القطع النقدية اللي أمامنا هي كلها قطع نقدية فرنسية، قطع نقدية فرنسية تعود لسنوات متعددة. هناك قطع من النحاس وكذلك قطع سكت من الفضة. نجد هنا قطع موجود فيها ثقب، وكذلك قطع ليس موجود فيها ثقب. القطع المصنوعة من النحاس هي اللون ديالها أصفر، أما من الفضة أو النيكل فلونها رمادي. وهذه القطع تختلف، هناك قطع ديال 10 سنتيم وكذلك قطع ديال 25 سنتيم وقطع ديال 20 فرنك. كما كنشوفوا أعتذر عن جودة التصوير اللي ماشي مزيانة، لأنني أستعمل فقط هاتف النقال وليس لدي كاميرا متطورة. نتمنى في المستقبل نشتري شي كاميرا مزيانة باش نعمل فيديوهات في المستوى إن شاء الله. والآن هنا لدينا هذه القطع النقدية الفرنسية. كما كتشوفوا القطع الأولى هي ديال لويس فيليب الأول روا دي فرونسي. هذه قطعة نقدية تقريبا القدر ديالها 47 ملم، وسكت سنة، شوفوا سنة 1841، هي عبارة عن 5 فرنك، 5 فرنك. وهي قطعة نقدية مصنوعة من الفضة.
نشوفو القطعة النقدية الثانية، هي كذلك للويس فيليب الأول، روا دي فرونسي، ملك الفرنسيين. هذه القطعة هي كذلك مصنوعة من الفضة، نفس القطعة الأولى الوزن ديالها 25 غرام. هذه القطعة شوف السنة ديالها، سكت سنة 1831. نشوف القطعة الثالثة، تهي نشوف أولا عليها هذا الرمز، رمز الإيركيل يعني الثلاثي. ديال الأب الأم والابن، كما كنشوفوا عليها مكتوب عليها ليبرتي إيكاليتي فراترنيتي. هذه القطعة يعني تسكات من بعد ما الجمهورية الفرنسية، من بعد المملكة الفرنسية اللي كانت مملكة كان يحكمها ملك هو لويس فيليب كما شفنا في القطعة اللي قبل، والآن أصبحت جمهورية. وجمهورية ولا الشعار ديالها هو ليبرتي إيكاليتي فراترنيتي كما كتشوفوا، ما بقاش كما القطعة الأولى اللي شفنا فيهم روا دي فرونسي لويس فيليب، ولات الآن هنا أصبحت جمهورية. نشوفو كيما كتشوفو أخواتي إخواني، السنة ديالها سنة 1873، 5 فرانك، لا ريبوبليك فرانسيز يعني الجمهورية الفرنسية، يعني بعد انهيار المملكة الفرنسية أصبحت جمهورية. وكما كنشوفو في القطعة مكتوبة لا ريبوبليك فرانسيز، ماشي روا دي فرونسي اللي كانت مملكة قبل. وهذه القطعة هي كذلك فضية وتزن تقريبا 25 غرام. نشوفوا الجوانب ديالها، شو الجوانب ديالها مزركشة، شوفوا ان شاء الله في المستقبل القريب غادي نعمل لكم فيديوهات، غادي نجمع القطع النقدية لجميع الدول التي كانت مملكات فيما قبل وتحولت إلى جمهوريات، كمصر، تونس، فرنسا هي أمامنا الآن، إسبانيا، جميع الدول التي كانت مملكات والآن أصبحت جمهوريات. نحاول إن شاء الله نجمع القطع النقدية ديالها كاملين ودين بينهم لكم إن شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.